وارجع تاني. يعني انا ان جالي مره واحد امريكاني من لوس انجلوس وجالي مكتبي فقال لي ممكن ازور الحمام بتاعك. انا اعتقدت ان الراجل ده عايز يستعمل حمام. قلت له اتفضل اتفضل. فالاخ ده بعد ما رجع قال لي ممكن اخد صوره للحمام بتاعك؟ قلت له ليه؟ انا بينك ازاي العالم الهرم ده شكله ايه؟ قال لي لانه بيقولوا ان انت الساعه 12 الظهر بتروح الحمام وتدخل في سرداب وتقوم داخل منه ورايح على الهرم من تحت الارض بتخبي بقى الحاجات دي وترجع تاني. فانا خدته على قد عقله. قلت له يا استاذ من فضلك تقول لي انت شفت بقى سراديب؟ قال لي لا. قلت له انت هتعمل ايه؟ قال لي هنشر الحمام بتاعك في الانترنت وبس. وانا دايما اهزر اقول لهم لو عايزين تشوفوا الحمام بتاعي قولوا www.hawasbathroom.com. جنون. هقول لك حكايات بتبين لك ازاي العالم موضوع الاثار المصريه ده مجنن الناس كلها. انا بس عايز اسال حضرتك، الهرم فعلا ليه حاجه تانية يعني غير ان هو بيدفن فيه الملك؟ لا ما انا هقول لك بقى. وهل عامه الشعب تدفن فيه ولا ده بس لصفوه القوم؟ الهرم ده كان للملك فقط. فقط. وكان الامراء والموظفين بيندفنوا في مقابر جنب الملك. وكان الستات اللي هي زوجات الملك بيتدفنوا في اهرامات صغيره جنب الملك. اللي عامه الشعب بقى المقابر بتاعتهم ناس غلابه. مقبره من الطوب اللبن صغيره تحتيها هيكل عظمي. واحده ست بقى ما عندهاش حاجه بتحط اناء صغير كده ودي بتاخده في ايديها اللي هتحط فيه البرفان اللي هتستعمله في العالم الاخر. فكان يعني كل المقابر المقبره تبع امكانيات الشخص نفسه. كويس. بس انا عايز ارجع لك بقى لهم. ايوه. طب الشكل الهرمي ليه؟ الشكل الهرمي بقى رمز من رموز اله الشمس. ان المصري القديم كان بيعتقد ان ده عباره عن السلم اللي هو مدفون تحتيه هيستعمله يصعد عشان يصعد الى السماء لاله الشمس. لاله الشمس. فده رمز من رموز الشمس. طب في صحفي برضه نام فوق الهرم حاجه او تحت الهرم؟ لا ده قبل انا ما امسك الهرم ده الاستاذ عبد العاطي. ده انا سمحت ما انا اقول لك ده. اولا سيد عبد العاطي صديقي جدا. ايوه. واعرفه من مده طويله وهو من الصحفيين اللي بيعملوا مغامرات لذيذه جدا. يعني يجي يحاول يستغفر الامن عشان يثبت، يعني بيعمل حاجات فيها مغامره. قال لي انا عايز ابات جوه الهرم. قلت له يا سيد انا ما بسمعش. قال لي لازم اشوف الناس اللي بتدخل دولي كانوا بيسمعوا ايه. ففعلا سمحت له وراح بيت في التابوت بتاع الهرم وعمل احلى تحقيقات صحفيه. وانا زمان بقى قلت له يعني بات ليله كامله. بات ليله كامله جوه عشان يشوف بقى الناس. ما هو الناس تقول لك ايه؟ طب حضرتك ده جوه مفيش اكسجين مفيش هواء؟ لا 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 عادي عادي. انا اقدر اقعد اعيش جوه الهرم ده. ده احلى حاجه في الدنيا. تعيش؟ طبعا. ده احلى حاجه في الدنيا. اولا ممكن عادي جدا والاستنشاق عادي جدا وبتبعد عن الدنيا وبتبعد عن مشاكل الدنيا كلها والواحد يعيش في عالم الفراعنه ده احلى عالم في الدنيا. طب والغريب بدل هنا بقى عندنا على فكره. طب بس انا هسال حضرتك، هو نام جوه التابوت بتاع خوفه؟ جوه التابوت. طب التابوت ده حاجه مغلقه يعني؟ لا لا مفتوح. التابوت ده اتفتح على مر العصور وسرقوه. طب ما قالوا انه لما بات جوه ما حصلوش حاجه؟ لا هو بقى ما كانش مبيت عشان يحصل له او ما يحصلوش. أيوة بس هو كان مبيت هناك عشان يعرف الناس اللي بتكتب كتب وتقول لك ده خوفه كلمه بالليل. طب انا اعرف ان الحشرات هجمته. لا لا هو اتكلم عن سمع صوت الفيران. ما هو الهرم ده 5000 سنه 100% الشقوق دي كونت فيران. فالفيران زعاب بنموتها جوه الهرم. وبنقدر بنحاول يعني نعرف. هو بقى اتكلم عن الاصوات اللي سمعها جوه. وقال جاله كوابيس وهو نايم. هو اتكلم لكن ما حصلوش بقى ان هو ما جالوش اي حاجه. هو احلام حلمها اتكلم عنها وكوابيس. اصوات سمعها الكوابيس اللي حصلت له. فكانت مغامره من المغامرات الجميله يعني. انا اعرف ان نابليون بونابرت كان عايز ينام جوه الهرم. لا هو ما نامش. هو بعد ما دخل الهرم اللي بيقولوا ان هو دخل حجره الدفن. ايوه. والحاجات اللي هو شافها وسمعها وحس بيها ما قالهاش لحد. لكن طبعا الهرم ده بالنسبه لنابليون حس بعظمه مصر كلها. وخلى طبعا الكلام الغلط اللي بيقول ان انف ابولون اللي كسره. ما انا ده حصل حضرتك فيه. لا الكلام ده مش مظبوط. امال مين اللي كسر انف ابولون؟ هو شوف القصه اللي احنا بنعتقد فيها ان في صوفي اسمه صائم الدهر. الراجل ده في القرن التاسع الميلادي التقى الناس اللي عايشين جنب ابو الهول لا زالوا بيبصوا لابو الهول نظره تقديس. لان ابو الهول ده طول عمره اله. ايوه. قبل الديانات ما تيجي. ايوه. اله الشمس. حر ام اخت. بمعنى حورس في الافق. فالراجل لقى الناس لسه
في اشاعات وحكايات وكلام، فجه بالقلم وكسر انفه بالهول عشان يقول للناس ان ده يعني حور اللي اللي كسرها. لا، اسمه صائم الدهر. صائم الدهر واحد صوفي جاء في القرن التاسع الميلادي. ايوه، التقى الناس لازالوا بيبصوا لابو الهول وبيحبوه كاله. كاله، فقال لهم، فعايز بتلوم ان ده مش اله، ده صنم. فجاب اله حاده وكسر انف ابو الهول. طب مع حضرتك بقى، بالمناسبه ابو الهول بيرمز لايه؟ وليه وش انسان وجسم حيوان؟ وازاي وليه